وفي سياق متصل مشاهدين الأكارم نشر أحمد سرتيب صورتها كومية بطريقة مبتكرة عن توقف الدوري لفترة طويلة وقال في هذه الصورة كما تشاهدون أذكركم شوية أخاف نسيتوا كرة القدم هذا حديث اللاعب أحمد سرتيب لاعب نادي النفط هذا حكم المباراة وهذا آني وهذه طوبة كرة القدم حسب تعبيره وهذا هو لاعب الخصم هذه الصورة توضح مدى توقف الدوري ووقتها الطويل بهذا الموضوع مشاهدين الأكارم